اللمبات الحديثة بتدي إحساس بدرجات الحرارة المختلفة حسب لون الإضاءة، بنقيسها بوحدة اسمها كلفن. درجة حرارة اللون بتساعد في خلق حالات مزاجية مختلفة، الضوء بيكون أصفر. اللمبات اللي فيها وحدات كلفن منخفضة بتطلع إضاءة صفرة دافية، وده بيؤدي لشعور بالاسترخاء ومثالي لخلق جو مريح في البيت. لما بتزيد وحدات كلفن في اللمبة ضوءها بيكون أزرق بارد، وده بيخلق جو كله حيوية ونشاط، وده مثالي لما تكون عاوز تعمل حاجة محتاجة تركيز. درجة حرارة اللون مكتوبة على علب لمبات فيليبس، بمنتهى السهولة تقدر تختار اللمبات بدرجة حرارة اللون المناسبة. لو عايز تعرف أكتر اضغط على واحد من الروابط دي.